اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في حديثنا عن انجازات الدوله المصريه خلال السنوات الاخيره. الحقيقه هنروح مع حضراتكم دلوقتي لملف اهتم بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي المهمه من اول يوم الحقيقه حتى الان، اهتمام خاص جدا واهتمام كبير، وهو ملف تطوير العشوائيات. ليه ملف تطوير العشوائيات ملف مهم واهتم بيه السيد الرئيس من اول يوم وحتى الان؟ لانه احنا كمصريين عانينا من هذا الملف عشرات السنين، والمواطن المصري من حقه ان ينعم بحياه ادميه، من حقه ان ينعم بحياه كريمه، فكان مهم ان الدوله المصريه الحقيقه من اول يوم بدات فيه شغل مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون في اهتمام خاص واهتمام كبير بهذا الملف. عشان كده النهارده اخترنا هذا الملف نتحدث فيه مع حضراتكم ونبرز اهم الانجازات والطفره الكبيره اللي حصلت في هذا الملف. بيسعدنا ويشرفنا ان ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ ايهاب حنفي، المنسق العام لصندوق التنميه الحضريه. استاذ ايهاب، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير استاذ اندرو، وعلى حضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن كنت لسه بقول انه في اهتمام خاص واهتمام كبير من جانب السيد الرئيس من اول يوم الحقيقه بملف تطوير العشوائيات، لان احنا عانينا منه لسنوات كبيره جدا. عايز اسال حضرتك دلوقتي، هل مصر خاليه من المناطق العشوائيه الغير امنه تماما؟ طيب، هو في الحقيقه يعني ده ملف يمكن كلنا حاسين بيه، لان يمكن على مدار عقود كبيره شفنا تشوه في وجه العمران وانتشار العشوائيات في، طبعا ما بنتكلمش في القاهره، في كافه انحاء طبعا الجمهوريه. ومن هنا زي ما حضرتك اخد من كلام حضرتك ان احنا يمكن عشان كده السيد الرئيس يمكن اهتم بملف تطوير العشوائيات. وخليني اوضح برضو ان الحقيقه كان في جهود سابقه، يعني احنا من 94 كان في جهود للحكومه المصريه، بس جهود زي ما بنقول كده على استحياء، يعني يمكن من 94 ل 2004 تقريبا كان في اللي هو تطوير المناطق العشوائيه. دي كانت مرحله من المراحل، بس هي كانت بتعتمد على توفير مرافق، يعني زي شبكات الميه، الصرف الصحي، رصف طرق، اللي احنا بنعتبرها بالنسبه لنا اللي هو ملف المناطق الغير مخططه. جت مرحله بعد كده تاني يمكن من 2004 ل 2008 اللي هو كانت فكره تحجيم المناطق العشوائيه، وبنعمل مخططات تفصيليه عشان نمنع الامتداد العمراني. بس في الحقيقه كلها كانت حاجات نظريه ومش ملموسه، لغايه ما حصل سقوط صخره الدويقه في 2008 وانشئ الصندوق. انا يمكن بجيب لحضرتك بس ترتيبه يعني الجهود اللي حصلت. أيوه. لان انا يمكن هقول رقم دلوقتي هيوضح مدى اهتمام القياده السياسيه. احنا طبعا الصندوق انشئ في 2008 بقرار جمهوري. لما انشئ الصندوق هي كان بسبب سقوط صخره الدويقه اللي هي عملت يعني حصل فيها وفيات كثيره جدا. الصندوق من 2008 لغايه 2014 كان كل اللي صارف على قضيه تطوير المناطق العشوائيه 256 مليون. 256 مليون. احنا بنتكلم دلوقتي احنا معديين ال 40 مليار جنيه في يعني في تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه. فاعتقد يعني الرقمين بيوضحوا مدى اهتمام القياده السياسيه بملف تطوير المناطق العشوائيه. جزئيه احنا انتهينا في الحقيقه احنا يعتبر يعني انتهينا من المناطق العشوائيه غير الامنه بنسبه يعتبر 100%. في كم مشروع شغالين اللي هم مناطق للاسف كانت ظهرت بعد الخطه القوميه اللي كانت حصلت لتطوير العشوائيات. بس خلينا اوضح برضو ان احنا ما بنسيبش اهالينا، يعني لو مناطق غير امنه احنا ما بنسيبش الاهالي قاعدين في المناطق دي، لا، بياخدين ايجارات مؤقته لغايه انتهاء المشروعات. ويمكن يعني هو حوالي 15 منطقه اللي متبقيين، بس 15 منطقه ممكن يعني بتسكنوا في مشروعين ثلاثه، لان يمكن زي مثلا اللي هو مشروع الاسمرات، المشروع الضخم جدا ده 18500 وحده سكنيه، ده متسكن فيه اكثر من 17 منطقه غير امنه. طيب، يعني الحقيقه استاذ ايهاب ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما اسالكش السؤال ده، هو ليه تم تغيير اسم الصندوق من صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التنميه الحضريه؟ ايه الهدف من ده يا فندم؟ هو ده سؤال كويس جدا طبعا. خلينا برضه بص، يعني انت حضرتك
رئيس الصندوق المهندس خالد صديق يعني كان قاعد معانا. احنا ابتدينا الفكر ده من 2017، ابتدينا نفكر طب احنا ما بعد تطوير المناطق العشوائيه الصندوق هيبقى دوره ايه بعد كده. ايوه في الحقيقه ابتدينا حطينا افكار و لان بعد العشوائيات المفروض خلاص شغله هيقف، فعايزين نغير اسمه. احنا الحمد لله يعني ان في طبعا خبرات موجوده كويسه، يعني في ناس كتير اشتغلت في ملف تطوير العشوائيات، بس الحقيقه احنا درسنا الموضوع ودرسنا التجارب السابقه. كان مفهوم المناطق الغير امنه ما كانش معروف قوي في مصر، كنا بنتكلم بشكل عام المناطق العشوائيه. فمن هنا في الحقيقه ابتدينا حطينا افكار، ابتدينا كلفنا ببعض المشروعات المهمه جدا والمبادرات الرئاسيه في الحقيقه المهمه جدا، ويمكن كلنا شايفينها الفتره دي، اللي هو مثلا كان ملف قوي جدا اللي هو التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وملف اقوى منه كمان اللي هو اعاده احياء القاهره التاريخيه. في الحقيقه احنا خدنا شويه برضو انتقادات في البدايه، يعني طب صندوق تطوير عشوائيات ايه اللي يخليه يشتغل في مشروعات تاريخيه؟ المناطق التاريخيه ما ينفعش ان انا اخش فيها بفكر العشوائيات، ان انا بخش بزيد المنطقه وببني من جديد، وده في الحقيقه ما كانش الاستراتيجيه بتاعتنا خالص، واتعرض في الحقيقه على دوله رئيس الوزراء، احنا كلنا عارفين الدكتور مصطفى يعني هاوي للموضوع القاهره التاريخيه بالذات. فمن هنا في الحقيقه احنا ابتدينا عرضنا، وكان الهدف برضو من تغيير الاسم ان انا بعمل تطوير عمراني. هو التطوير العمراني طبعا ده يعني حاجه كل حاجه اوسع بالظبط. فمن هنا في الحقيقه اتغير اسم الصندوق، ابتدينا اشتغلنا في المشروع اللي هو التطوير العمراني اللي هو مشروع داره، بجانب طبعا المشروع اعاده احياء القاهره التاريخيه، واللي يمكن ابتدينا فيها في 5 مناطق كمرحله عاجله، اللي هي المنطقه المحيطه بالحسين، مسجد الحاكم، منطقه باب زويله، وحاره الروم، ودرب اللبانه. ان شاء الله نفضل دايما مستمرين في تطوير كل ما هو موجود في مصر من مختلف القطاعات. بنشكر حضرتك جدا الأستاذ إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، كنت معنا عبر الهاتف. وهو ده شغل المصريين، هو ده اللي كان بيتحدث عنه دايما السيد الرئيس في مختلف اللقاءات. العمل والجهد بيولد نجاح بالتأكيد.